قال بني تحملي ما
تلا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وتأمل وياي رسول الله يتأمل، تدمع عينه ويبكي ويتأثر وهو يرى فاطمة تعمل على الرحى في هذه الحال. فلا أدري ما حال رسول الله لما جرى على فاطمة. فاطمة الزوجة التي يقول عنها أمير المؤمنين فوالله ما أقبلتني ولا أعطتني أمرا حتى قبضها الله إلي، يقول ما كنت أمرها بشيء. ويوم من الأيام يدخل عليها أمير المؤمنين يحمل المسحات، يعمل يستصلح الأراضي ويدخل عليها وهو تعب سكن يجري عليه العرق من جبينه ومن وجهه الشريف. ما عليه حقه، شلون انظر لامير المؤمنين؟ انت تسمع عندها مرض؟ عندها عله؟ ماتت عن جمد وكرب. يطلع عنها امير المؤمنين في بعض شانه ويرجع واذا بها قد اعدت خمرت طينا وعجينا. الله الله، يشوفها تتكي على الجدار. امير المؤمنين استبشر ان شاء الله يبنثر عن طابه العله. ما وجدتك، ما وجدتك، جمعت بين امرين من امور او اعمال الدنيا الا لشيء. قالت نعم يا ابن العم لقد نعيت الي نفسي. وهذا اخر يوم من ايام حياتي إلي يا ابن العم، طلبت منا طلب، خذني إلى قبر أبي وجدني في قال لها يا ابنة العم إنك لا تقوين على ذلك. من بيت النبوة ومن قبر الرسول خطوات. فاطمة ما تقدر تمشي، تقول الرواية أخذها العابد إليها. تمشي خطوات على امري. انا الفت وكلمه امري يا ابنة العم. قالت انا اعلم انه لا غنى للرجال عن النساء. شوف ايش قد في بالها الاولاد. فاذا انا موت فتزوج ابنة اختي يا ماما فانها تكون يا اولادي مثلي، يعني اطفال صغار يحتاجون من يعطف عليه. اللي قالت له هذا الطين وهذا العجين حتى اغسل شعور ابنائي واصنع لهم شيئا من الطعام حتى لا يصبح اشعتين اكبرين جائعين. ليش يا ابنه العم انا عندهم؟ قال يا ابنتي، قالت يا ابن العم، لانك غدا تشتغل بجهازي. الله الله الله. أوصته بوصاياها ثم قالت يا ابن العم واجعل لا يوم وليلة، واجعل لأولادي يوم وليلة، فإنهما بالأمس قد فقدا جدهما واليوم أخذنا الوراء. فإذا أنا موت فغسلني وكفني وحلقني بفاضل حنوت أبي رسول الله. يا ابن العم وضعني على السرير وأخرج جنازتي ليلة. الله أكبر. تقول ثم بعد اصبري هنيا فإذا جاء
سألتك وإلا فاعلمي أني قد قدمت على ربي أو قالت أمي. وفعلا شوية صيحت ونادت بها يا بنت رسول الله، نادتها بنداءات معينة تقال فلم تجبني، دخلت عليها رفعت الرداء عن وجهها فإذا هي ميتة. هل من مناد وفاطمة ومصيبة أخذت في البكاء، بلغي يا باباك عني السلام. أخذت في البكاء بينما هي كذلك يا مؤمن، إذ أقبل الحسن والحسين. ذهبا إليها، أمه أنا ابنك الحسن، قل كلميني قبل أن تفارق روحي جسدي. الحسين انكب عليها يقبل أقدامها، أمه كلميني. الحسين أن يخبر أباهما، ذهب إلى الجامع تأمل وياي أيها المؤمن. فلما ذهبا وهما يكفكفان دموعهما بكمهما. تستاهل الزهرة، سامحني شوية طولت. خرج أمير المؤمنين من الجامع، نظر إلى واخذه الى الدار، لكن اخذ يوبنها لقد استرجعت الوديعه واخذت الرهينه واختلست الزهراء وستنبئك ابنتك بهدم امتك فاستغفر الحال. الله الله الله. ثم
وقت الأولاد منها وصعد ما عاشت عنو فرقاك مهضوم ومغتلي من كثر تلويع الرجيس عاشت هالعليل المصطفى ما يخفى تراها بنت مهمومة حليلة مهمومة ويل لمن سن ظلمها معداها يا الله نرسم عليك بسرها يوليها وبحلها وبنيها السر المستودع فيها فرج عنا يا الله رجل عاجل انت لمن كلم حلم صريح يا كريم اللهم فك أسرانا خذ دور ضارنا هذا الجرحان انتقم لنا مما ظلمنا وخذ بثارنا اللهم فرج عن شيعة آل محمد أين ما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها ولا أرواح العلماء المعين وأرواح الشهداء بالخصوص شهدائنا وإلى من مضى ومن قام على خدمة هذا المعدن الشريف وإلى أرواح موتاكم والدي ووالديكم ومن مات على الإيمان وهدي للجميع تبارك الفرحة.